التحضيرات بعد ماشي بأصل اليونسكو ل 27 نيسان الحدث الكبير لبطولة الجامعة 2018. مسابقتنا بكرة هي مسابقة صعبة وقوية وتحدي كبير لأنه جايين أبطال كل المحافظات يتحدوا بعض، فاللي جايين على المسابقة بكرة أو على البطولة الوطنية الجامعة هن أبطال المحافظات اللبنانية، فتحدي جديد مع يوم جديد مع تاريخ جديد لجينيس ماب تحت عنوان الأرز بتجمعنا.